وانضم الينا من طرابلس زياد الورفلي مراسل الغد. اذا زياد، تداعيات محاوله اغتيال باشاغا وايضا ردود الفعل السياسيه والبيانات الرسميه حتى اللحظه. نعم، طبعا يوم الامس او في ظهيره الامس حدثت ما يسمى حتى هذه اللحظه بعمليه اغتيال لباشاغا، رغم ان الراي العام في ليبيا والمحللين السياسيين والكثير من النقاد يقولون عكس ذلك، وهي ربما حدثت عن طريق الخطا. وطبعا كثير من مقاطع الفيديو المصوره ثبتت عكس كلام وزير داخليه حكومه الوفاق، وهو يعني ما ينفي وجود عمليه اغتيال لباشاغا مباشره. شاهدنا السياره التي سميت بالسياره المنفذه تسير كاي سياره في الطريق، وتم اعتراضها ثم انقلبت ثم توجه عناصر الامن التابعين للسيد وزير الداخليه باشاغا الى السياره مباشره، وتم قتل من يقود السياره، ومن ثم استمرار في ضرب الرصاص حتى اصيب الاخر، وتم اعتقال اثنين اخرين. طبعا هذا يثبت ان يعني ما زال هناك شهود على الحادثة، وهم الاثنين الذين تم اعتقالهم والمصاب لازالوا شهود على الحادثة. إذا بعد الإعلان عن فتح التحقيق يوم أمس من محكمة شمال طرابلس، أكيد بطبيعة الحال سيتم التوجه إلى من لازالوا أحياء وشاهدوا الوهلة الأولى هذه العملية، سيتم أخذ شهاداتهم ويثبت الحقيقة تثبت ويقطع الشك باليقين. أما ما جاء عن من إدانات، طبعا المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عن أدانوا هذا الفعل، ولكن لم يصفوه بتاتا بحادثة الاغتيال، كذلك المجلس الأعلى للدولة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فنددت بهذا الفعل وسمته محاولة اغتيال، وطبعا هذا وجه انتقاد كبير لسفارة الأمم المتحدة في ليبيا، وقالوا هو تسرع كبير لأن لا زالت لم تثبت التحقيقات حتى الآن إذا كانت عملية اغتيال أم نتيجة الخطأ في يعني خلال مرور موكب السيد وزير الداخلية باشاغا. نعم زياد الورفلي مراسل الغد من طرابلس، شكرا جزيلا لك.